مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعات طارئة لبحث خيارات التحرك العربي للرد على قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والاعتراف بها عاصمة عوضا عن تل أبيب. في أخبارنا المنوعة، جوجل تعلن سحب خدمة يوتيوب الشهيرة من أجهزة أمازون ردا على رفض الأخيرة بيع بعض منتجات جوجل. الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يدعو الشباب والشابات للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء. حريق غابات يدمر مئات المنازل ويجبر الألاف على النزوح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الصين تطلق قطارا سريعا يقلص مدة الرحلة بين مدينتين إلى الثلث.